اهلا بكل مشاهدينا وين ما يكونون ومتابعونا. بالتاكيد بلشنا وياكم رحلتنا لهذا اليوم على مدار ساعه كامله من البث المباشر. طبعا بالتاكيد دائما انه احنا نبلش يومنا ونبلش استراحتنا لابد من ان تكون بطاقه ايجابيه وايضا بابتسامه جميله، حتى بالتالي انه هذا الموضوع بالتاكيد انه ممكن انه يعكس هذه الطاقه الجميله الى كل المشاهدين سواء كانوا من داخل او خارج العراق. انا دائما اقول خلينا نبلش يومنا، ممكن اذا صحينا متأخرين أو ممكن صحينا بشكل مبكر نبلش بطاقة إيجابية، وأيضا ممكن أنه إحنا دائما نحاول أنه نمحي ما كان في يوم أمس سواء كان من بعض الإشكاليات أو من بعض الأمور اللي ممكن أنه هي تكون زعجتنا ونبلش يوم جديد بطاقة جديدة. هذا الموضوع ممكن أنه يكون هو مو فقط لأنه إحنا لابد أنه نبلش ببداية جديدة، وإنما ممكن أنه هذا الموضوع ينعكس علينا على صحتنا. اليوم الإنسان كل ما كان نفسيا مرتاح ومتفائل ممكن أن تكون صحته تمام، ولهذا نشوف أنه دائما الأشخاص المتفائلين المحبين للحياة المحبين للأمور اللي تكون هي أمامهم وحواليهم، ممكن في بعض الأحيان حتى بمقابلة المشاكل ممكن نشوفهم يتصرفون بتصرف آخر، إحنا نتوقع رح يكونون عصبيين رح ينزعجون، وإنما هم يتصرفون بتصرف يكون جدا هادئ، دائما يكونون هم بصحة جيدة، وهذا الموضوع بالتأكيد رح يكون إلى فوائد جدا كثيرة. يعني كبداية أتمنى يوم جميل لكل مشاهدينا، لكن مثل ما عودناكم دائما نبلش استراحتنا بفاصل ومن بعدها أكيد نعود. طيب هسه نرسلنا على بر أدري أعرف إحنا بالجو. طيب إحنا اليوم بالتأكيد مكملين وياكم مشوارنا أحبتي المشاهدين، دائما إحنا نحاول نستغل أوقاتنا قدر المستطاع بممكن بأمور إنه إحنا نستفاد من عدها، سواء كانت كعطلة ممكن استراحة ممكن إجازة من الدوام، لأنه بالتالي هذا الموضوع بالتأكيد راح يأثر علينا، ممكن إنه بالنهاية راح نستفاد من استغلال وقت الفراغ. في بعض الأحيان هنالك بعض الأشخاص يحاولون قدر المستطاع يأخذون الإجازة، حتى بالتالي ممكن أنه هم يقومون بهذا الوقت بسفر معين أو ممكن في بعض الأحيان لإنجاز مهام معينة. إحنا اليوم قدر المستطاع نحاول نستغل من أوقات الفراغ، لكن ممكن اليوم تأثير درجات الحرارة رح يأثر بشكل جدا كبير على أعمالنا على نشاطنا. نشوف ممكن بأوقات الظهيرة اللي تكون هي الشمس كلش حارة، أو حتى ممكن في بعض الأحيان لما ممكن أنه تكون الانقطاع المتكرر بالتيار الكهربائي، هذا كله ممكن يخلي الإنسان يفقد نشاطه يفقد حيويته بسبب الحرارة اللي ممكن أن تأثر عليه. ولهذا نشوف في بعض الأحيان الأعمال تكون هي بأوقات الليل، يعني حتى نشوف أنه إحنا العمالة بالعامية أنه بلشوا أنه يقومون بتغيير هذا الجدول بالصيف، يقومون بالبناء بأوقات الليل لأنه أشعة الشمس رح تأثر بشكل جدا كبير على طاقة الإنسان. فبالتالي اليوم استغلال أوقات الفراغ قدر المستطاع، خلينا نستغل أوقات العمل سواء كانت بالمهام اللي تكون موجودة بالمنزل أو بعض الأعمال الخاصة بالشغل، ممكن من تكون درجات الحرارة نوعا ما منخفضة اللي هي لما تغيب الشمس. لكن بالنسبة إلى طلابنا هذا الموضوع بالتأكيد راح يكون هو معكوس نوعا ما، كون أنه إحنا الطالب قدر المستطاع نخليه دائما يكون هو نشيط، نخليه بنفس الوقت يكون جدوله ونظامه صحي، لكن مع ممكن الانترنت وأيضا بنفس الوقت الأمور اللي دا تصير بالألعاب سواء البلاي ستيشن أو غيرها، يعني ألعاب الجيمز، بالتالي هذا الموضوع راح يأثر على جدوله. نشوف أغلب الطلاب بالعطل الصيفية ممكن أنه هم يكونون بوقت جدول يعني جدول مخربط، لأنه بالتالي أنه هم دا يصحون الليل كليته من أجل الألعاب، وبالتالي هذا الموضوع راح يأثر عليهم وأثر أصلا على صحتهم. الطفل مو مثل الكبير، الطفل يحتاج إلى جدول صحي قدر المستطاع. خلي الأمهات اليوم تضغط على نفسها بأنه تخلي ابنها قدر المستطاع يكون جدوله صحي، لأنه هو عنده مرحلة نمو، مرحلة النمو العقلي وأيضا الجسدي، وحتى بنفس الوقت تكون لابد صحته جيدة، لأنه كثرة الأمر أمراض للطفل هذه حد تعبه، بما أنه هو بهذه المرحلة ممكن اللي تكون هي يعني مرحلة حرجة. فبالتالي إحنا اليوم خلينا نهتم بغذاء أطفالنا، وأيضا بنفس الوقت نهتم
بنومهم بقعدتهم. شوف اكو كثير من الاطفال يعني ممكن يكونون هم تطلع الشمس وبعدهم قاعدين، وهذا صار مثل الطبع. يعني احنا ممكن انه الفتره اللي هي تكون قبل كورونا كانت الحياه مختلفه تماما عن من بعد هذه الفتره، والاختلاف واضح وملحوظ جدا. للاسف انه نقدر نحاول ممكن انه ترجع الحياه كما كانت يعني كجدول. البعض ممكن يعاني من هذا الموضوع، ما يقدر انه جدوله يكون منتظم مثل السابق. ممكن يكون هو الموضوع نفسي، الموضوع ما إلى فتشي ملموس، لكن نفسيا الناس تغيرت كون انه هي قعدت فترات طويله بالمنزل. لكن بالنهايه العمل دائما يخلينا ناس نشطه، ممكن انه يخلينا جدولنا اجباري انه احنا نحسن العمل، او ممكن الاطفال اجباري يبلشون يقعدون من وقت حتى يروحون للمدرسه. لكن استغلال العطله الصيفيه يعتبر جزء مهم. البعض من العوائل يستغلون العطله الصيفيه، اول شهر ممكن انه هو يعطوه استراحه، الشهر الثاني يبلشون انه هم ممكن انه يخلون اطفالهم يطلعون على المواد اللي هي للصف القادم، مثلا القراءة، ممكن الاناشيد اللي لابد انه هم يحفظوها، حتى بنفس الوقت تقوية الخط، الاملاء وغيرها من هذه الامور. هذا الموضوع راح يسهل بشكل جدا كبير على الطالب وايضا على الام انه الموضوع الدراسة بالمدرسة، ايضا ممكن على المعلمة وعلى الطالب نفسه. في بعض الاحيان الطالب من كثر الضغط اللي يتم عليه يبلش انه ما يستوعب المواد، لان انه بالنهايه الاهل ممكن انه يكونون ضاغطين عليه بشكل جدا كبير. العطله بلشت تخلص، احنا راح نبلش بالموسم الدراسي، لكن بالنهايه اكو هنالك اوقات للعطل لابد انه نستغلها بوقت بشكل صحيح. حاليا مخرجنا وين راح ننتقل؟ خلينا ننتقل الى هذا التقرير احبتي المشاهدين، ومن بعدها اكيد نعود. لكل الأمهات بأنه الأولاد مو بس يعني بالمدرسة يكونون كاظين الكتب ودراسة وما يلحقون على التحضير، فبالعطلة الصيفية المفروض على كل أم أو أب يطلعون أولادهم للتنزه، منتزهات شارع الفراهيدي، يطلعون على الكتب، يطلعون على الأجواء. يعني من حق الأولاد علينا أنهم نطلعهم يشوفون الدنيا، يتنزهون، يعني مو كلها قاعدة بالبيت وانترنت. هذا يأثر على عقولهم، ينسون أولادهم، لا ينسون أن ترى الانترنت غسل عقولهم، التواصل الاجتماعي غسل عقول الأولاد، فنشوفهم دائما قاعدين بغرفهم. يعني أنا بالنسبة لي أولادي كله بغرفتهم سادين الباب ويشاهدون عندهم البلاي أو التليفون، فهذا غلط، أكبر غلط. المفروض خلي ياخذون فد ريست للتنزه، يرتاحون، يشوفون أجواء، خاصة الأجواء اللي بيها خضرة، المنتزهات، يعني يلعبون، يتنزهون، يركضون، يلعبون، ولا قاعدة البيت والإنترنت. هذا أكبر غلط. بالنسبة للأطفال إنه لو يستغلون العطلة الصيفية بالنسبة للدورات أو رياضة أو غيرها من الأمور، فقط أنه خاصة التواصل الاجتماعي، الانستغرام والفيسبوك وغيرها من الأمور، هذا راح تلهي بوقت أنه يخلي عقله محدود بس فقط بالهاي، يصير إدمان بكثرة الاستخدام، يصير إدمان بشكل مو طبيعي. إذا الأهل، الأفضل للأهل أنه يحدون من هالشي، أنه ما يعلمونه أو فوق مثلا سن 16، فوق سن 16 يعلمونا على الايباد او رقابه على الايباد مالته، او يعني يعلم على اشياء مفيده، انه يخرج مثلا هاي الكتب الثقافيه او ينطي كتب، او بالنسبه للرياضه وغيرها من الامور. فانا اشوف هاي تكون افضل من غيرها من الايباد والتطورات كلها. كوني هم ما
مهمات كمدرسة أن واجهت هواي صعوبات بالمؤسسة التعليمية اللي اشتغلت فيها. طبعا درست قبل فترة كلش بسيطة مرحلة الروضة، أنه شفت أكو فرق بين الأطفال من مستوى العقل للأطفال واستيعابه. شفت أنه أكو أطفال الاهتمام من أهلهم بحيث أنهم يهتمون بتعليمهم بالاستيعاب عندهم، أنهم درسونهم ومتابعين وياهم أول بأول، أنه مستواهم العقلي فوق عمرهم. يعني أشوف أنه أكو طفل عمره 5 سنوات بس هو لا عقله أنما كأنه عن طفل عمره 8 سنوات أو 7 سنوات. هذا الشيء بس يكون سببه أنه الأهل متابعين وياه بحيث يعلمونه الكتابة من البداية، أنه شوي شوي مسكة القلم بالإضافة إلى التهجؤ أو التلفظ أبسط شيء بالأحرف العربية. الأهالي يسوونه للطفل أنهم يتابعون وياه من عمر 4 سنوات فما فوق، وهذا الشيء يعني يستغلونه بالعطلة الصيفية كون أن هي ماكو مدارس وأكو هواي هسه مؤسسات مفتوحة أنه مثلا تطرح دورات صيفية مثل السباحة، الكاراتيه، المصارعة، الجمباز أو الباليه. فأفضل شيء الأهالي يسوونه للطفل إنه هو يتابعونه وإنه هم يبدون التعليم وياه من مراحل كلش كلش مبكرة. صراحة بخصوص العطلة الصيفية أنا أفضل أن يتم استغلالها بالتطوير الفكري، يعني التطوير الفكري للأفراد، يعني تكون بشكل افضل من انه تطوير علمي، تطوير دراسي، لانه الطريقه الحاليه جاي يستغلون العطله الصيفيه مثلا ل يعني الطفل انه بالمرحله الجايه يكون افضل، وهاي جاي تكرهها بالدراسه بصراحه، يعني جاي يسبب له ابتعاد، جاي يسبب له نفور. فالتطوير الفكري اعتقد انه هو راح يؤدي بالنتيجه الى تطوير علمي، لانه الانسان اذا اكتسب التفكير الصحيح، اذا اكتسب يعني الطريق الصحيح بالحياه، راح هو تلقائيا راح يذهب باتجاه انه يطور نفسه علميا وثقافيا. بالنسبة لسؤالك استغلال الوقت بالعطل الصيفية، أستاذ أنت تعرف العطلة الصيفية يعني مدتها مو ذيك المدة الطويلة، لكن كافية أنه يستغل الأشخاص بيها، يعني خصوصا العوائل يعني يطلعون أولادهم مثل أماكن ترفيهية توعوية مثل مكاتب الشارع الفراهيدي، هذه الأماكن تحس بها حضارية بها معالم ثقافية، اللي مثل واقع بالامتحانات دور ثاني يستغل هذه الفرصة يكمل دراسته، يعني زيارة الأقرباء، وبما أنه إحنا بهذه الأجواء محرم زيارة أهل البيت يكون أفضل من هواي أمور يعني طرقوا لها بعض الشباب. طبعا رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين من بعد ما استمعنا سوية إلى وشاهدنا سوية هذا التقرير الجميل والممتع بنفس الوقت، يتحدث حول أهمية استغلال العطل بالنسبة للطلاب أو العطلة الصيفية للأطفال. من ضمن الأشياء اللي لفتت انتباهي حقيقة اليوم أهمية متابعة الأهل لأبنائهم بأوقات العطلة، أو ممكن استغلال هذا الوقت بتنشيط الطفل. يعني اليوم ذكرت أحد المتحدثات أنه الأطفال اللي دائما أهلهم يتابعوهم، فبالتالي هذا الموضوع يمكن أنه يأثر عليهم من الناحية من ناحية الذكاء وأيضا من ناحية الاستيعاب. فبالتالي الطفل لما يكون هو نشيط بطريقة صحيحة، يدخل ممكن بدورات السباحة، يدخل بدورات الكاراتيه بالنسبة للولد دائما يحبوها، البنات ممكن للموسيقى، الرسم، الباليه وغيرها من هذه الأمور، بالتأكيد راح تخلي دماغهم وعقلهم دائما يكون بحالة عمل ويشتغل، وبالتالي ممكن أنه تبين عندهم الإبداعات، تبين عندهم المواهب بشكل أكبر، يكسر روتين حياته بأشياء ممكن أنه يحبها، بها حركة، بها فكر. فبالتالي هذا الموضوع ما تتخيلون تأثيره شقد راح يكون إيجابي على نفسية الطفل نفسه. يعني
الطفل لما يكون هو دائما مكبوت بالبيت ما يطلع، ممكن انه عنده الاصدقاء اللي يكونون هم موجودين بجوارينهم او ممكن اخوانه بالبيت وغيرها، بالتالي الحياه راح تكون عنده روتينيه، الطفل عنده طاقه، لابد انه احنا نصرفها بشكل صحيح. ولهذا نشوف انه في بعض الاحيان الاطفال اللي يكونون هم يعني كثيرين الحركه، احنا بالعاميه نقول جهال دولة وكاح، فبالتالي لابد انه احنا نستغل هذا الموضوع بشكل صحيح، ممكن انه يدخلون بدورات معينة كالرياضة، كرة القدم ابسط من عندها ماكو، اعتقد انه بكل منطقة اكو هذا الملعب، حتى بالتالي الاطفال ممكن انه يلعبون به. فبالتالي القصد من الكلام انه ضروري انه احنا نستغل طاقة اطفالنا بشكل جيد، وايضا بنفس الوقت بشكل يصب بمصلحته. اليوم ممكن انه الموضوع الصحة النفسية ذكرتها أني بالبداية مهمة جدا، لأنه إحنا بالتالي راح نخرج جيل كامل إلى المجتمع لابد أن يكون هو ممكن أنه صحته النفسية جيدة، حتى بالتالي ما تتكون عنده هذه العقد اللي تكون هي موجودة بالطفولة، وممكن أنه تكبر معه إلى أن يكون هو إنسان راشد وواعي. طبعا بالتاكيد يعني احنا اليوم ضروري جدا انه نكون احنا دائما نفكر بالاشياء اللي تصب بمصلحه الاخرين، واهم من هذا انه تكون هي بمصلحه الاطفال، لانه هذا الموضوع مثل ما ذكرت بما انه اصلا حصه الرياضه اصبحت قليله جدا بالمدارس، خلينا نستغل اوقات العطل بانه اطفالنا يكونون هم بحركه مستمره. ولهذا نشوف انه وقصصهم، وهكذا نرى كيف كانت الحضارة العراقية القديمة منارة للمعرفة والإلهام، وساهمت في بناء مجد الرومان الذي استمر ليترك بصمته على الحضارات التي تتليه. شكرا لمتابعتكم، نأمل أن استفدتم من هذه الجولة التاريخية. إلى اللقاء في مواضيع قادمة. شاهدنا سوية مشاهدينا الأحبة هذه الفقرة الجميلة، طبعا بالتأكيد احنا مكملين وياكم مشوارنا لهذا اليوم ووقتنا المتبقي من استراحة الظهيرة، ومثل ما عودناكم يوميا انه احنا نتحدث بالكثير من المواضيع اللي ممكن انه هي تم وتخص كل افراد العائلة العراقية، لكن اليوم ممكن حديثنا راح يهم ويخص فقط المرأة تحديدا، كون انه المرأة دائما تبحث عن الجمال، تبحث عن انه تحافظ على جمالها، لكن ممكن انه الجمال يختلف من شخص إلى آخر، في بعض الأحيان تكون الملامح جميلة جدا لكن الشعر للأسف يحتاج إلى اهتمام أكثر، أو ممكن في بعض الأحيان العكس يكون ملحوظ. بالتأكيد اليوم للشعر أهمية جدا كبيرة، حتى بالتالي ممكن أنه تبرز ملامحنا بشكل صحيح بقصات معينة باهتمام معين، وأيضا ممكن أنا دائما أقولها المثل الفرنسي اللي دائما يقول أنه جمال السماء بنجومها وجمال المرأة بشعرها. ولهذا اليوم طبعا ضيفنا الكريم نورنا داخل الاستوديو الكوافير أحمد عماد، يا أهلا وسهلا بك، نورتنا. كبدايه اليوم بالتاكيد الشعر بالنسبه للمراه شيء مهم جدا، ولهذا نشوف انه كثير من السيدات ممكن في بعض الاحيان تستخدم الكثير من البراندات، حتى بالتالي تحاول قدر المستطاع انه هي تحافظ على شعرها، وايضا المنتجات التجاريه اللي ممكن ان تكون موجوده بالاسواق. كبدايه باختصار يعني حتى نبلش بموضوعنا لهذا اليوم، أهمية جمال الشعر للمرأة بوجهة نظرك، وكون أنه أنت كوافير وعندك الكثير من الزبونات، تشوف المرأة تهتم بجمال شعرها وصحته ولا أنه فقط بألوانه؟ الأغلبية يهتمون بالألوان، يعني هو المفروض يهتمون بصحة شعرهم وتسريحه وهاي الأمور أهم من الألوان، لأن هم دا يتعبوا بسالفة الألوان، اللي تجي شعرها أسود واللي تخلي لحنة، تريد الشقارات وتريد الالوان. صح. الفاتحه والسيلفر، هاي الالوان تتعب الشعر، تقصف الشعر،
تخلي شعرايه تكون مطاطه. السبب شنو؟ سبب استخدام المواد الكيميائيه اللي هي السحب اللي هي القصر، بعض الصبغات اللي ممكن ما توالم شعرها فهي تستخدمها في سبيل تطلع الالوان اللي هي تريدها. صح. في بعض الاحيان ممكن انه اكو نساء او فتيات يكونون مهووسات بالتغيير، وبالتالي ممكن انه هي تبلش اول مره، خصوصا السيلفر اللي هو كثير يتعب الشعر، او ممكن النحاسي، فبالتالي انه بالبدايه يكون حلو، بعدين انه اللون يبلش يتغير وترجع. صح. الى ان نشوف الشعر شويه شويه، اذا كان شعرها طويل شويه شويه ممكن انه يعني خلاص ممكن تقصه كاريه او اقصر من هذا، ويبقى بها هوس، يبقى هو الكاريه وتغير لونه كل اسبوع، ماكو اي مشكله عندها. اليوم ممكن انه اهل ممكن اكو امل اعاده الشعر ان يكون حيوي مره اخرى؟ اكيد اكو هيك شيء، بس هو اكيد ماكو ماده هي سحريه اللي تعالج الشعر من اول جلسه. اكيد استخدام التريتمنت، استخدام ماسكات الشعر، ترطيب الشعر، اكو هواي معالجات، هواي براندات، اكو معالجات تريتمنت ماسكات تستخدموها استخدام منزلي من مواد طبيعيه، ممكن انه ترجع حيويه الشعر، لمعته، طبيعه الشعرايه، بس هذا اكيد مو من اول جلسه، اكيد استخدام عده جلسات وتكون انه محافظه على شعرها حتى. صح. زين، اليوم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي اكو الكثير ممكن من الاعلانات او المنتجات اللي بلش التسويق لها، من ضمنها الحنه واستخدامها وكيفيه ممكن انه هي راح تفيد الشعر، شلون ممكن انه تسخن الشعر، لان تعرف اليوم ممكن اغلب النساء يحبون الشعر الثخين. صح. فبالتالي دائما انه اكو هذا الترويج لهذه الحنه. صح. الحنه بشكل يعني بشكل علمي، هل انه هي ممكن انه تفيد الشعر من ناحيه الثخن او ممكن من ناحيه صحته، ولا انه هي راح خلاص تبلش تنطي صبغه دائميه مستحيل انه هي تروح؟ بالضبط، هي مجرد انه تنطي صبغه دائميه مستحيل تروح، وهي انه يحسون انه الشعر يكون ثخين وهيك، هي لان تصبغ فروه الراس فتحس انه الشعر ثخن او هيك. بالعكس، انا ضد الحنه، والحنه كلش مضره للشعر. اليوم بما انه تخبير لي بهذا الموضوع، شلون السيده اللي ممكن انه تستخدم الحنه تحاول انه ترطب شعرها؟ لان اعتقد الاغلبيه يعانون من موضوع انه جفاف الشعر من بعد وضع الحنه، تقصف وتساقط يصير عندها. الحلول شنو انه الشعر يرجع يترطب؟ الحلول اكيد استخدام الماسكات المنزليه بالاسبوع مره او مرتين اقل شيء، وكل شهر مره بالصالونات. اوكي، هاي اول نقطة. ثاني نقطة، استخدام التريتمنت، الزيوت، زيت اكليل الجبل لترطيب الشعر، زيت جوز الهند. حلو. هاي اثبت الدراسات عليهن، يعني مو هيك شيء. ثاني نقطة، انه الشعر غلط انه تعوفه مبلل، تعوفه هو يجف بالهواء. ضروري انه تجفف شعرها اول ما تطلع من تاخذ شاور، يعني شعرها ما تعوفه مبلل. ليش؟ لان الشعر اذا يبقى مبلل راح يخلي الشعرايه تكون مطاطيه، ومن تمشطيها راح تتساقط عندك وتوقع بالفرشه، لان الشعرايه تكون مبلله يعني. فعلا. بالضبط. هو أنا أريد أسألك على موضوع الشعر المطاطي، لكن قبل بما أنه تحدثت عن الماسكات المنزلية، نشوف أنه أكو البعض ممكن أنه يقوم سواء المنتجات التجارية، هذا موضوع ثاني، لكن اللي تتم يعني خلطها بالمنزل، استخدام ممكن بعض الأمور اللي مثل زيت الزيتون مع صفار البيض مع غيرها من هذه الأمور، هل هذه فعلا ممكن أنه هي تفيد الشعر؟ أكيد ولا؟ أكيد كلش مفيدة للشعر، لأن هي مواد كلها طبيعية ما بها أي مادة كيميائية تكون مفيدة للشعر، ومع ذلك مو استخدام يومي، بالأسبوع مرة أو مرتين. حلو، نرجع على موضوع الشعر المطاطي اللي هو يعتبر كارثة وتحطيم الأعلام بالنسبة. صح. لكل سيدة تعاني من عنده، كون أنه هو يعني في بعض الأحيان ماكو حل إلا أنه نقص الشعر، وللأسف أنه إذا بقى أعتقد أنه الموضوع راح يأخذ من الشعر الصحي، ولا الموضوع شنو؟ أكون تعاند تقول لا خلوه هيك، مع العلم أنه هو صاير لاستيك. السبب الرئيسي أنه الشعر يكون مطاط هو سحب الشعر. وثاني نقطة اللي قلت لك عليها، انه تعوف شعرها مبلل وتمشطه وهو مبلل. أي. هاي اكبر غلط، هاي كارثة بحق شعرك انت تسويها. انه تمشطين شعرك وهو مبلل. زين. دائما جففي شعرك، يلا تمشطي. هاي دائما انا انصح بها اي زبونة تدخل لي. نعم. اي زبونة. فحتى نعالج الشعر المطاط اكيد اللي يكون اقل كلفة وافضل انه نتخلص من الشعر المطاط هو القص. تمام؟ بس اكو حلول ثانية بس هي اقل. اللي هي استخدام قلت لك الماسكات والمعالجات بالشهر مره او مرتين اقل شيء. يعني على فكره انا عانيت من الشعر المطاطي لسنوات، لانه
يعني كليته انه صار غيرين الوان هوايه وخليت لون موضوع القصر صار موضوع القصر وبالتالي اخذ وقت اكثر من الوقت المطلوب. اللي صرت لاحظه انه مثلا لما حاولت انه الشعر الطبيعي او الصحي اللي بلش يطلع بمجرد انه شعر المطاط بقى بمقصيته احس انه الشعر الطبيعي هم صار انه ياخذ شلون مثل عدوى تصير بيه بالضبط. فاذا هذا الموضوع صحيح الحل لابد انه قص ضروري انه تعالجي او تقصي. القص قلت لك اقل كلفه بس تعالجي انا احس انه العلاج افضل. اذا يعني ماسكات ممكن اكو منزلية. امل انه يتعالج اكيد ممكن اكو امل بس قلت لك ماكو ماده سحريه تعالج الشعر من اول صحيح. جلسه اكيد استخدام عده جلسات وتلتزمين بالشيء اللي راح يقول لك عليه خبير الشعر او الكوافير الالتزامات اللي تسويها مثلا تجففين شعرك ما تخليه مبلل شو وقت تمشطيه كلش قد تستشوري هاي الامور بعدين خبير الشعر. زين ممكن انه الامور اللي ممنوع على السيده انه تقصر شعرها به مثلا هل ممكن انه يقال انه ماده تسريح الشعر اذا كانت موجوده ما يصير انه من بعدها نقصر شعرنا بماده الاكسجين؟ هل ممكن انه اللي مستخدم الحنه تقصر شعرها ولا انه هذا الموضوع ايضا راح يؤدي الى انه حصول على شعر مطاط؟ اكو امور ثانيه ممكن انه السيده ممنوع انه تقصر شعرها بهذه الحاله؟ ماكو شيء اسمه ممنوع تقصر شعرها. هو احنا عندنا درجات الالوان من الواحد اللي هو الاسود الى الرقم 10 اللي هو البلاتيني. زين هي الحنه او الشعر الاسود او الماده التسريح اللي مسويتها تعتبر رقم واحد. فاحنا يصير نتحول من الرقم واحد للدرجه رقم 10 اللي هي البلاتيني طبعاً. مستحيل ما نقدر. فممكن نطلع انه عن طريق تجيني اكثر من زبونه مخليه حنه او صابغه شعرها لون اسود او مسويه تسريح ما نطلع احنا قبل للباي رقم 10 يعني نطلع البلاتينيات او هاي الالوان الفاتحه. لا انا الزبونه اللي صابغه اسود او مخليه حنه احاول انه اطلعها من الاسود او اطلعها من الحنه. شلون؟ شلون؟ انه افتح شعرها درجه بسيطه درجتين زين خليه يميل الى البنيات الى البنيات الغامقه القهوائيه هاي الشيء. تجيني مثلا ورا 3 اشهر 4 نطلع للدرجه رقم 4 رقم 5 هيك شيء لمستوى درجات لحد ما نصل لدرجه رقم 10 بدون ما يتعب الشعر او اي بدون ما نحصل على اي ضرر للشعرايه. حلو يعني بس هذا الموضوع راح يحتاج صبر جدا طويل. طبعا يحتاج لوقت ويحتاج صبر ويحتاج لعنايه. عنايه. زين احنا خلينا نتحدث ايضا عن ممكن صبغ الشعر. في بعض الاحيان يتم صبغ الشعر وهو مبلل، هذا الموضوع شنو راح يفرق عن صبغ الشعر وهو ممكن ان يكون جاف؟ تركيز الصبغه حسب اللون اللي انت رايته، هذا موضوع مو يمك، موضوع يم الكوافير حسب اللون اللي انت رايته. مثلا اكو الوان احنا نصيح لها رينساج، رينساج شنو؟ هو اللي الصبغه اللي نخليها هو والشعر مبلل. احنا نخلي صبغه مثلا رقم 5 بس احنا شو يطلع عندنا نتيجه؟ يطلع عندنا رقم 8 لان الشعر جاف العفو مبلل. يعني ينطي لون اغمق؟ بالضبط، بس هذا شنو؟ حسب الخلطه اللي هو مسويها الكوافير. اي بالضبط، هاي تكون بخبره الكوافير. اكيد اي لانه يعني في بعض المراكز يتم صبغ الشعر هذا يكون اسمه رينساج. حلو. زين بالنسبه للسيدات اللي ممكن في بعض الاحيان يعانون من عدم ثبات الصبغة، هل هذا الموضوع ممكن أنه يعتمد على الشعر نفسه بكيفية العناية به؟ لأن أكو ممكن معلومات مغلوطة كون أنه استخدام الماسكات بشكل مستمر راح تقلل من لون الصبغ، أو ممكن يكون بسبب التركيبة الكيميائية للصبغة اللي تستخدمها السيدة سواء كانت بالمركز أو ممكن بالمنزل. أكو البعض يعاني من عدم ثبات لون الصبغة. شوف هو السبب الرئيسي الاستحمام اليومي. أهو بالضبط، هذا هو الشيء اللي ممكن انه ينزل الصبغه مده اقل. ثاني نقطه المعالجات اللي تكون بها مواد كيميائيه، هاي المواد الكيميائيه راح تنزلها من اكيد الصبغه وتفرض هي الماده الكيميائيه تصير هي بالشعر وتنزل الصبغه. فعلا. زين اليوم ايضا ممكن هنالك موضوع القصر البارد. اليوم السيده مثلا تروح الى المركز المعين تعاني من موضوع انه شعرها يكون تعبان، فبالتالي ينصحوها بان تقوم بالقصر البارد. موضوع القصر البارد شنو؟ هذا الشيء اللي كنا نحكي به هسه، قلت لك انه الشعرايه ما نطلع بيها من الدرجه رقم 1 للدرجه رقم 10. اذا نسحبها من الواحد للعشره هذا قصر حار، انه الشعرايه قلت لك تتعب واحتمال تنقطع بايدي. فاحنا شو نسوي؟ نصعد على شكل درجات من الواحد نصعد للثلاثه للاربعه. هذا الشيء قصر بارد، هذا ما راح ياذي الشعر ولا يتلف الشعرايه ولا ممكن يضررها.
جيد. ايضا ممكن اليوم يعني البعض ممكن انه يحب ان يكون تكون بشكل مختلف، فبالتالي تغير ما بين الشعر القصير والطويل وغيرها من هذه الامور، لكن من بعد فتره تعاني من تساقط الشعر بسبب استخدام ممكن اكستنشن معين، سواء كان دائمي او مؤقت، او ممكن وضع نوع من انواع الخرز اللي تكون موجوده حتى يثبت بها الشعر. اليوم خلينا نعرف من حضرتك الطرق الصحيحه حتى احنا نحافظ على شعرنا وبنفس الوقت نكون احنا بشكل جميل، سواء كانت السيده تحب ان يكون شعرها طويل لكن لظروف معينه شعرها قصير بسبب قصر او غيرها من هذه الامور، لانه اكيد اكو هنالك استخدام خاطئ واستخدام صحيح، طريقه عنايه معينه بغسل الشعر والعنايه به. شوفي انا انصح كل زبائني بالابتعاد عن المواد الكيميائيه، وبين قوسين حتى الصبغات نستخدم الصبغه اللي هي تكون خاليه من الامونيا حتى ما تاذي الشعر. تمام. وانصحهم باستخدام الماسكات، هذا الشيء ضروري. تلاحظين انه دنكرر الجواب باي سؤال تسالي. ضروري استخدام الماسكات المنزليه كل اسبوع مرتين او مره، وكل شهر بالصالون. تمام، هذا الشيء راح يحافظ على شعرك، واكيد قلت لك الشيء اللي راح ينصحك به الكوافير انه شعرك تجففي، ما يصير تمشي طيح ومبلل. هاي الامور اذا التزمتي بيها انت راح تحافظين على شعرك يكون صحي ومظهر جميل. انا اريد اسالك على الفتيات اللي ممكن انه يخلون الكوكيز، فبالتالي لما تشيله ممكن تشوف انه اكو شعرها صار كلش خفيف، تنصدم في بعض الاحيان، والبعض الاخر لا يقول انه اني خليت ركبت الكوكيز وشلناه والشعر ما تضرر. اليوم اكيد اكو فرق، يا اما ممكن يكون السبب من الماده اللاصقه او من طريقه التركيب او من طريقه الفتاه بالاعتناء وبالاعتناء بفروه شعرها. بالضبط، اكيد انت من تريدين تركبين شعر لازم تروحين الكوافير او خبير شعر مختص. انت شايفه شغله، شايفه مثلا مركب شعر صديقتك مركبه، يعني انت تعرفين شغله، فمن تروحين تكونين انت مطمئنه. جيد. هاي اول نقطه، انه تكونين مطمئنه من خبير الشعر اللي راح يشتغلك انه طريقه شغله حلوه. ثاني نقطه، المواد اللي يستخدمها مثلا المواد اللاصقه، طبيعه الشعر، الاستيكرايه مال الكوكيز، هذا يكون انه انت متاكده منه انه هو الماده شنو اللي جايب لك اياها. وطريقة الاعتناء بالكوكيز أيضا قلت لك التنشيف، من بعدها التمشيط، وضروري أنه ما تعوفين شعرك مبلل، لا شعرك ولا الكوكيز، ذن الاثنين ما تعوفيهن أبد، لأن إذا تعوفيهن مبللات أكيد راح تشوفيهن متقصفات. صح. متشابكات فعلا. من تمشطيهن راح تحسين بتساقط يعني بكثرة، عكس وانت تمشطيه وهو جاف ما راح تحسين باي تساقط او نسبه كلش قليله. صح. اليوم يعني مجال الدخول الى هذا العالم ممكن يحتاج ان يكون الشخص دائما على قدر كافي من استيعاب الاخرين وخصوصا النساء، لانه في بعض الاحيان ممكن انه هي ما راح تقتنع، او ممكن انه تكمل صبغه الشعر او التسريحه وراح تقول لك لا انا هذا ما حلو ما عجبني، فبالتالي يحتاج الى طوله بال مثل ما نقول. اليوم شنو اللي خلاك تدخل الى هذا العالم؟ والله صراحة أنا أصلاً شغلي السابق كان بعيد عن هذا المجال اللي أنا داخل بيه كلش، أنا شفت مجال السياحة يعني. سياحة والسفر وهاي الأمور. فعندي صديق يعني صديق والدي زارنا للبيت، هو صاحب مركز يعني، فقال لي شنو رأيك تجي يمي للصالون تشوف الأجواء. فأنا رحت يمه 7 أيام. زين. بس واقف أباوع، حبيت المهنة. زين. حبيت احترام الزبون للكوافير، حبيت مكانة الكوافير شنو، حبيت الشغله، شغله حلوه. فعلى اساسها انه انا دخلت الدورات وتعلمتها. صار لك كم سنه بهذا المجال؟ انا صار لي 2. حلو. زين، من اغرب المواقف ممكن اللي مرت عليك؟ لابد انه اكو موقف مثلا، يا اما انه الزبونه قالت لك ما حلو، او يا اما مثلا انه الزبونه كانت تقصد شيء وانت فهمت شيء ثاني. لا، انا موقف ضوجني البارحه. شنو هو؟ زين قريب. هي البارحة يعني كل لحد الآن يحس بقلبي. شنو صار؟ جتني زبونة رادت قصة، زبونة شكلها حلوة ولطيفة، فقلت لها عادي نصور. زين. أنا من دا أشتغل شغل أريد أصور حتى أبغى شغل الناس حتى تشوفه من خلال السوشيال ميديا. فقالت لي أوكي صور. استغرق عندي وقت التصوير تقريبا ساعة. من غير القص. زين. إنه أفهمها على الحركات وهاي الأمور. فشوفت هالفيديو قالت لي أوكي نشره. نشرت الفيديو، جتني ورا ساعة. ورا ساعة من نشر الفيديو، الفيديو صعد والناس وجهته وهيجي، جتني ورا ساعة كانت تقول لي عمتي تغار علي تقدر تمسحها؟ عمتها تغار علي هسه، لو حبيب زوجك اخوك هذه كارثة هنا. عمتي تغار علي، قلت لها يعني شنو؟ كانت تقول لي امسحها، قلت
لها اوكي دللي. هذه طبعا من اصعب الحد الان انا مقهور على هذا الفيديو لان كان على الوقت يعني اللي راح اي تعبني وكان كواليتي الشغل كلش حلو يعني. هي هنا هذه المشكله ممكن انه يعاني من عندها الكوافيريه ومراكز التجميل وايضا اطباء التجميل كون انه دائما ينشرون قبل وبعد وبالتالي ممكن انه بعدين الزبون يغير رايه خلاص. زين انت وافقتي وقلتي لي الفيديو كلش واو وراح انا شو رايك ورا ساعة عمتي تغار علي. هذه من الأمور ممكن إنه اللي تعانون من عندها بشكل مستمر مو ممكن مرة واحدة أكيد راح تصادفك الكثير من صح. هذه الأمور بس أني أرد أسألك ليش دائما يعني لما اليوم ممكن إنه حتى ممكن يستخدموها من ببعض النكات اللي تروح إنه حتى تقص شعرها مثلا أصبع واحد أو أصبعين مجرد إنه هي راح تندر راح تشوف شعرها طاير من عنده هواية ليش دائما الكوافير ممكن إنه يأخذ هواية من الشعر. هذا صار موقف وياي يعني و يعني سبب لي أزمة بدايتي بالمهنة كانت آخر كوافير باقي بالصالون زين وكانت هي آخر زبونة عندي عندها كان فقط شسوار فأنا ودا أستشور لها قالت لي نقص أطراف قلت لها إيه أوكي زين الأطراف اللي هي كانت قصدتها إنه هي تكون أصبعين أو أصبع شيء بسيط زين أي فوقفت الزبونة دا أقص لها باعت إنه شعر من نام الذايل والنام الذايل فش قد أقص وشي مسافة يعني هيك مستحيل أي. وهي شعرها كلش تحبه وكلش معتنيه بيه فقالت ليش قد راح تقص قلت لها اصبعين زين لا تقول لي قصيت هاي المسافه كلها وانا قصيت هاي المسافه مستحيل احمد فهي باوعت كان تقول لي هاي انت ايش سويت زين ليش قصيت هالقد مو يسوي واهز الشعر هيك مثلث فمن تسويه عدل يسوي لك واهز فانا اجيت وقصيته يعني كانت بدايتي طبعا هسه هاي الامور راحت اي فالزبونه تفاجات طبعا ظلت ساكتة يعني ما حس إلا إنه بدأت تنزل دموعها وتبكي أنا ظليت صابون شنو أسوي بعد ماكو أي حل بالموضوع أي فهذا الموقف يعني كلش يعني لحد الآن يحس بيه إنه أنا أذيت الزبونة أذيت من نفسيتها كلش تأذت يعني هذا الموقف أنا بصراحة أقول لك أنت غلطان بي أكيد يعني أكيد أنا غلطان 100% زين لحد الآن أنا أصدقائي اللي وياي الكوافيرة يصحوا لي أحمد أربع أصابع لأن أخذت من عندها أربع أصابع مستحيل زين أنا بدي أخذ من عندك نصيحة أخيرة بشكل مختصر إلى كل السيدات اللي الاهتمام بشعرهم بشكل أكيد يعني مختصر من حضرتك أنصحكم باستخدام الماسكات 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 المنزلية اللي هي تكون موادها طبيعية اللي نعم. تكون تستخدميها مرة أو مرتين بالأسبوع مو أكثر لأن الزيادة كالنقصان ثاني نقطة أنه تروحين بالشهر مرة أو مرتين للكوافير أو خبير شعر عندك مختص ينصحك بماسك أو معالج أنت تستخدميه لأن أكيد مو أي معالج أو أي ماسك راح يوالم شعرك راح يوالم طبيعة شعرك أكو شعر عندها فقط تساقط يصير تخلي ماسك مال شعر متقصف لا اكيد انت نعم. لازم تروحين لخبير الشعر او الكوافير حتى يحدد شنو انت محتاجته جيد. شعرك محتاج ماسك تقصف تساقط هاي الامور جيد طبعا بنهايه اللقاء جدا اشكرك استاذ احمد على هذا على هذه النصائح وكميه النصائح اللي اعطيتها اللي ايضا وللمشاهدات بشكل عام شكرا جزيلا مره ثانيه لحضورك طبعا مشاهدينا احب بالتاكيد انتهت حلقتنا لهذا اليوم من استراحه الظهيره اتمنى انه استمتعتوا بوقتنا اللي قدمناه لكم من تقارير وايضا من نصائح حول اهميه الاهتمام بالشعر اتمنى لكم نهار جميل وسعيد الى اللقاء